السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. صباح الخير شجراتي ورداتي وقوراتي ودنياي كلها. اي والله ترى الشيار عبارة شارات العيال، يعني الشيار والزراعة والحلال، الأشياء اللي أنت تاخذ بالك منها وتربيها وتعبل منها وتني فيها عناية كبيرة، هاي تعتبر أشياء أنت مربنها عبارة عيالك. يعني أي شيء تمرض المرضهن وتتعب التعبهن وتتأثر لأي شيء يجيهن. والله أقولكم يا هاك اليوم يوم الضهفات وشلة الشير، هذا كل الكبار هاي يشوفون الدنيا كانت غبة خضراء فوق 6 أمتار 8 أمتار ارتفاع الأشجار، وسبحان الله يا ضهف شل الدنيا كلها. فما أطول عليكم السالفة، حزنت حزن ما شيء كثرة. Good morning. Why you wake up early? Because I slept early. No. Hey, what is this? Your juice. Huh? What is it? Moringa, gelfa, and the bagdunas, lemon, and shabat. What's that, shabat? Hey, say it again. Shabat, bagdunas, moringa, lemon. And what is that, Gelfa? Gelfa, hey. Hey. Thank you. You're welcome, sir. You look very fresh today. Mashallah, mashallah, mashallah. How many baby you have? One. Girl or boy? How old is he? 22, mashallah. You have husband or die? Alhamdulillah. Well, not and you will not married? No. Why? Class. Why? You're still young? No. We will try to find a new man. No. Wallah. No. This is the life. No. He go on another man. Why no? You joking. You serious, sir? Wallah. Yes. Why? The rule there in your country or what? No. I'm the one don't want. Why? Because I don't want. Because you like him before or what? Yes. Voila. Thank you. You're welcome, sir. Show me his picture. Yalla, go and book. It's long time, sir. Since 2010. Okay, so what does it mean? I don't have the picture. So to will you forget him? I have like that. The one like that one, not in the phone. Ah, hey. But you have his picture. Yeah, in the house. Okay, you will show me him. Maybe I tell them to take picture and send me. Inshallah. Thank you. Where does he work? He was a policeman. Police? Yes. Strong man. He's talking too much or slow, or very nervous or what? Too tough. As in, what is that? Tough is... Gawi? Hard. Hard, eh? Ah. Thank you. الحمد لله رب العالمين، من عقب هاي الخضرة وهاي الأشجار اللي ما شيء كثرها بتثمر من أكثر من 10 سنين ما شاء الله، لو 12 سنة ما الله راد نهتم، وتجلعت عن بكرة أبيها يوم الطهف العام، زرعنا شيء وشيء من قبل صغار وردوا كبار وتعبلنا والحمد لله رب العالمين. الله خرف علينا على ما تشوفون، الحمد لله رب العالمين، فما في الحاضر مدح وبراي شيء صار. والله قدر وكان ما الله كاتب انه يتم، لكن رب العالمين ابدلنا بشيء احسن. رب العالمين ما ياخذ عنك شيء الا يبدلك بشيء اخير واحسن وفي خير وصلاح. ما تعلم يا الانسان الغيب وين الله كاتب لك الخير والصلاح. الحمد لله المراد امورنا طيبه ويومنا ان شاء الله جميل ومنتجات واعلانات وخير فضيل وسير ويي وعلم واخبار على ما تشوفون الجو ما شاء الله تبارك الرحمن، الجو في منتهى الروعه، جميل جميل للغايه، جميل الجو اليوم، لا صار ولا استوى اليوم، الجو لندني ربيعي خريفي غير نمونه اليوم. الجو قرصه برود من الصباح الله خير، قرصه برود يعني هذا على يوم قلت لا يا ولا يبات نخل شد تنبت في ذره الحروره هذه من كم من يوم. النخل حتى اللي مخر نباته جدا ما شاء الله، العرب كلها اغلب البيوت واغلب المزارع والنخيل كلها
نبتت نخيلها الإنجاز يعني تنبيت النخل أكثر من 80% حالياً، علماً بأن الوقت هذا العام الناس تنبتت ما يقارب هالوقت 30-35. كل سنة يجدم، كل سنة في اختلاف في الأوقات والدرور والجو واختلاف يعني الأجواء كل سنة تتغير غير عن اللي قبلها. الحمد لله هذا أكيد كله في خير وصلاح للأمة العربية والإسلامية وللبشرية كلها ككل، يعني هذا كله رب العالمين ما يخلف شيء إلا في خير وصلاح الحمد لله. بس نربس خلاف متفيزر تفيزير تنعلي هذه. ليش مشرع باب بيتنا؟ باب بيتنا مشرع ليش؟ مش عليه مش بالطروق مشرعين باب البيت؟ شو هناك؟ في شيء ما يتشرع باب البيت ولا شيء بعد ما شيء. الحين سيائير عندنا كبار بنقول داخلات سيائير ولا شيات، ما حد عدنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. هذا أنا محدثكم خالد أحمد عبد الله الخالدي من إمارة أبو ظبي، بالتحديد من مدينة محمد بن زايد ومحاش حوشة. يعني هاي محاش حوشة ضواحيها والمناطق التابعة لها، هي محاش حوشة يعني تبعها والقرى والمدن التابعة لها لدور مدارها، يعني طبعا معاه ان ما حاش حوشه. صلاح ابوي مسوي صقصوق وحشره ويا الدريولي ولا بعارفين اللي شو يبه، واسمع صوت من اخر الدنيا. شو مشكله؟ شو بلاكم صلاح؟ بابا سياره ملسله ودي شابيه. انزين ركب هذا سيد كوا. انزين سعود يقول انا ودي، وصلاح يقول لا انت ما يودي. ها انا ودي من شابيه ركب سيد كوا بعدين. يعني شو الحين الحل؟ هو يريد انا ودي، وصمود يقول انا ودي. لا انت من تبي يودي سيارك؟ ها منو تبغي يوديها؟ منو تبى؟ فيصل وعناي يسيرون ما بسير وياهم ولا تجلس عندي؟ الكرت نحب نعطيهم الكرت بيحاسبون وبيون. بتجلس عندي ولا بسير وياهم؟ بس خلاص سيروا حطوا له كفر. يا اشوف اوبن ذا كار تعرامني. شو مستوي وشو اللي تبغيه انت؟ انا ما اعرف شو اللي مستوي. يلا تعرامني، راوني انت، راوني انت. يا ما ادري انا شو دراني اعلم الغيب، انا ما ادري شو خربان عندك. شو خربان هذا بابا؟ هذا خليه عسل. لا خلي بس عسب هذا. هذا وهالحشره كلها عسب هذا. هذا مبزل حبيبي مبيض كرورك شيء مستوي. بس يبدل يبدلون كامل ولا بس يلبسون كفر كله؟ ركب كفر. ركب كفر. ايش تبغاني اسوي صلاح؟ هذا مينو شو اسوي به؟ كله عسل. يلا سيروا لبسوا هذا كفر كله ودى البابا. زين حتى لي ورا؟ ايوه ايه ورا بعد، بس ركب كله سيم بابا. زين شو اللون صلاح تبه؟ يا خبر ايه ماما يقول سيلفر كلر. سيلفر؟ ايوه سيلفر. يلا سير توكلوا عليه. أنا أشوف هذا، ما في شوفة توالت. أول مرة تشوف أبوك، أول مرة في حناية تشوف أبوك صلاح. لكن يوم تجيب لك أناناس ودنيا، كيف يعني الحين هالشكل؟ منو حلك صلاح؟ تقول في بيت. اليوم رقم واحد، شوف حنمور صلاح شنب، شوف. عجيب. شوف الشنب رقم واحد. زين لا تخلي مجشعر هالنمونة عادي كأنه كشة. هذا شامبي طالت عماركم جايب لنا هالأخبار ويقول لنا. شو تقول الحين أنت؟ الحين هذا السنة عاكر بابا خلاص، دني سوي الدواء قبل السنة الثانية إن شاء الله لين الحول. خلاص قصيت السدرة قص كامل سوي خلاص وبدي من كشرة هذا كامل. بس هذا خلاص آخر شيء. آخر شيء لا إله إلا الله سبحان الله. هذا هو النبج الملاسي اللي بليس الله. شو ما شاء الله عليه. خلاص هذا حين ها تلايا الله يعودنا إن شاء الله كل سنة وكل حول ونحن بخير وسهالة نحن وانتو أمة محمد جمعين يا ربي.
حكومة وشعبا نزهو بثوب الصحة والعافية، نكون بخير وسهالة نحن من نحب يا ربي والناس المسلمين أجمعين. يمكن 5 حبات ما وعيت بلقى. شو هذا؟ شو هذا معناه طيبة وحدة؟ بلية صلامة صلاح مرة وحدة كامل. لا مرة وحدة صار نبج هذا ما في شيء حبيبي فواكه. إيه ما في صلام. يلا زين زينة. أقول لك زارعنا ما بغري زين. ما في صلام حبيبي. أقع كامل. أيوة شيء صلامة سحر. ما شاء الله. الرويان هنمون يطرم الرويان متفتق من أطرافه سبحان الله. شو قاعد متفتق من ري من رويان ما هاي شبه صلامة شبه صلامة هشة. عليكم ورحمة الله وبركاته. تشوفوني ختلت عرفوا ان شيء ناتق او شيء آدر او شيء فنتق. ومن الفناتق الجديدة اليوم هو ما بيديدة ما فنتق جديد شيء موجود وكلكم تعرفونه. يا قير انا اول مرة اعرف انا او اني اتعامل وياه وحين هو عاد شيء طبيعي ما يدري بنياسة صوره. من انت؟ معاكم عبد الله نجم رئيس تنفيذي واحد المؤسسين لشركة ووتروا. طبعاً ووتروا هي شركة إماراتية بادية صار لها 2 سنين. نعم. ومسجل. كم سنة لك أنت في الإمارات؟ أنا 3 سنين. من هالبحرين. من هالبحرين. وين من هالبحرين؟ أصلي محرقي. والنعم. ونعم حالك. ينعم حالك. طبعاً ووتروا هي مسجلة في أبوظبي في هاي سوق الأوراق المالية ومسجلة بعد في مؤسسة محمد بن راشد لدعم الشباب. ومسجل بعد في أبو ظبي. ووتروا هي تتميز من أنها هي شركة تشيل عندها أكثر من 100 براند. 100 براند للمياه والمحلية والعالمية. 100 براند مياه؟ أكثر من 100 براند. أكثر من نوع. أكثر من 100 نوع ماي؟ إيه أكثر من 100 نوع ماي. يعني فلاني والفلاني والفلاني ومسافي والعين والأشياء هاي كلها في كلهم. في بعد الغازي، في الستيل، في المحلاه، في اللي على اطعمه معينه، وشيء اللي فيه فيتامينات وما الفيتامينات كلها موجوده. ها كل تحت رابط واحد تطبيق واحد هالكبير ينزل على الايفون والاندرويد يشتغل على نظامين في جميع انحاء العالم. شقاء وين ما تصير الحين في الامارات كلها استوراتهم يوجد استوراتهم الضخمة الرئيسي في دبي والثاني بعد شبيهة نفس الحجم في شنتي أبو ظبي العاصمة والستور اللي أكبر عنهن كلهن في العين. العين شحقه اتضح أن أكثر إمارة يستهلكون المياه الغراش مع البيزاتهم في العين. ما شاء الله فنانين هالعين ويمنورهم عليكم. انزين فلذلك أكبر حجم ستور مياه في الهم مال وتروى في شنتي العين. ابلكيشن صغير مميز تنزله في تليفونك وتطلب الماء ويوصلك لين مكانك بدال دزز بعربانات وشوغل وشرق وغرب وحط وشل وشغله طويله عريضه. ما قلت لكم عندهم اكثر عن 100 نوع مياه من الغازي والمحلى واللي بالفيتامينات واللي بالفيبر واللي اكثر عن 100 نوع. تختار شيء تعرفه شيء يعرف وشيء ما يعرف تدخل ابوي تنقى نوع المياه اللي انت تبغاه. ابلكيشن سهل مره بكم طريقه الطلب وكيفيه الطلب واسعارهم شيء طبيعي منافسه للغايه. ان لم تكن الارخص فهي من المنافسه. في التوصيل طالت اعماركم في نفس اليوم او في خلال 24 ساعه. عندهم اسطول طويل عريض من هالنوع من هالسيايير يودي جميع انحاء الامارات والتوصيل مثل ما قلنا لكم في نفس اليوم او في خلال او قضون 24 ساعه. صح صلاح؟ قلت يطمحون للعالميه وجودهم حاليا فقط في دوله الامارات. ان شاء الله نظره مستقبليه يوصلون للعالميه. الحين على وشك انهم يفتحون في دولتين مجاورتين نحبهم ويحبوننا ولنا بيننا وبينهم وصل ودم ولحم ونسب. الجماعه طالت عماركم هل بالتطبيق هذا كل ما اعرفكم
فردا فردا. هذا بس اللي توني عارفه اللي هو هذا ولد نجم. ابوك اسمه نجم؟ يوسف نجم. انت اسمك يوسف؟ عبد الله يوسف نجم. عبد الله يوسف نجم. لو اللي ويانا واحد في المدرسه يسمونه نجم وشاطر اشطر واحد كان والله ويانا في المدرسه. معلومين عيالنا يم. لا من هل مدينة زايد والله كلهم أهل كلهم أهل. فأقولكم شو كنت أقول نسيت والله. هل بالتطبيق أعرفهم واحد واحد؟ أعرف أبهاتهم ومهاتهم وإخوانهم وخوالهم. هل بالتطبيق يعني هاي شركة كبيرة مساهمة من الشركات الكبيرة ما شاء الله. و زي اخطف عاد ما عليك مني أنا. أي ها ولدي سعيد ما يبي التصوير هونا وروح عند حساب وروح يصور وروح يناقز وروح يعابد عندي أنا ما يبي يظهر ملاك بعد هذا ما بناس عاديين ما شاء الله عليهم من الكمبانية الكبار يعني وهل باع كبير طويل عريض في التجارة ولهم صيت وسمعة والله كلكم تعرفونهن تعرفونهن تعرفونهم غير أنا ما أروم أطريهم. المهم تفاجأت والله فيهم ما شاء الله عليهم كل شيء يخدمون وكل شيء يسوونه ما يطرون عند زيد ولا عند عبيد فلذلك ما شاء الله شيء موثوق به وظاهر بوي من غزر مال يعني يوم أقول لكم ظاهر من غزر مال عرفتوا شو المقصود فيه. التطبيق طالت عماركم هذا هو وتروى جميع أنواع شركات المياه اللي في الكون كلها عندهم أكثر عن 100 والأسعار تنافسية في خلال 24 ساعة أو في نفس اليوم توصل كمية اللي أنتوا تبونها على ما تشوفون ما شيء نوع ماي في الدنيا إلا موجود عندهم. واتروا تأمن لك جميع أنواع البراندات المياه المتواجدة المحلية والعالمية. كيف؟ عندك انت مياه من اسبانيا عندك من نوروي من فرنسا وفي المياه التصنيع المحلي طبعا المعروفين مغني عن التعريف الشركات المصنوعه محليه هي. في عندك بعد اللي هو الجلاصات عندك البلاستيك عندك الاحجام الكبيره الاحجام الصغيره كل اللي تمناه قلبك قلبك موجود من الجلاصات من الزجاج من البلاستيك من الكبير الصغير الاكواب حق طبعا الحين رمضان جاي لنا حق المساجد وحق وحق سقيا الخير حق سقيا الخير عندنا الله يسلمكم بعد اللي هو سقيا الماء اللي انت تختار فيه المساجد اذا تبي طرشه حق مساجد حق اشخاص حق اشخاص حق مستشفيات اللي تختاره الطرشه وتقدر تدفع عن طريق البطاقه واحنا نوصله من بالنيابه عنك ايا كانت الكميه ايا كانت الكميه احنا نوفرها بس. وهذا شوف مثلا الحين هاي الاشياء وتروى اقراص ماء من داخل اللي تبونه كل شيء تبونه كله عندهم ما في نوع ماء في الكون انواع الغازيات اللي بالمستكة اللي ما ادري شو اللي عندهم خيارات كثيره لا تعد ولا تحصى من جميع انواع الشركات اللي في الكون حتى ما حق اليهال موجود مدعم بالفيتامينات والدنيا وكل شيء كل شيء كل شيء عندهم شيء تبي تقول وبعد عندنا المياه اللي حق المياه اللي عندنا كمان قول لي انزين عندنا بعد الجلاس الغراش اللي هي ديزولفبل اللي حق ريسايكلينج من شركه من واحد من الشركات عندهم المياه اللي ديزولفبل الغراش تاخذها على اساس ويا الوقت تصير ديزولف فما تاثر على الانفايرمنت وطبعا عندنا الماء على نفس ما خبرناكم عن الماستيكا وعندنا اللوكل والانترناشونال كل شيء اللي تتمناه تلاقيه عندنا باذن الله. شيء عندهم بعد نوع بالماستيكا وايد فنان وايد يعيبني انا هذا النوع من الماء. عيبين عشانك يا علم من يابك الجنه فيك العافيه طال عماركم. امين. شكرا جزيلا. اشتراكات شو الاوفرات؟ سمعت انك تقول قبل شوي عندكم اوفرات كثيره وعديده. اي نعم احنا طبعا تميزنا بعد من بدينا خلال سنتين حاليا ان احنا عندنا اوفرات دائما ما تقل عن 4-5 اوفرات شهريا هي. وفي المناسبات تطلع لي 10 اوفرات شهريا. عبد الله نجم اسمك انت؟ عبد الله نجم. هي عبد الله شوي نزل هذا القفاز حق الناس تشوفك تعرف. صراحه عرفته؟ عارفه. وين تعرفه؟ وين؟ دبي لا شفناه في دبي ولا عندنا خبر
سيايرها ما يبكودات في شوارع دبي غير انا وش عربي فيه ما اعرفه. الله يستر عليك والله لي شرف يا ابو محمد. الله لا خلانا منك تو ما اسفر بيتنا انزين. وبعد شغله ثانيه اللي هي الاشتراكات، احنا عندنا اشتراك اسبوعي وشهري، اذا انت عارف طلبيتك وما تبي انك كل مره تطلب تقدر تسوي اشتراك اسبوعي وشهري واوتوماتيك يطلع الاوردر مالك لنا واحنا نوصله لك شهريا او اسبوعيا بحسب حاجتك على حسب الكميه والاستهلاك اللي في البيت. انت اللي تقابل الكميه اللي تحتاجها وتسوي الاشتراك وتسويها عن طريق الدفع عند الاستلام او الدفع عن طريق البطاقه الائتمان وخلاص اوتوماتيكلي يصير الاوردر جنريتد كل اسبوع او كل شهر على حسب الكميه اللي انت مقدمها اللي انت طالبها. بالنسبه للاسعار احنا عندنا الله يسلمك اسعارنا تنافسيه على كل محطات اللي هم اونلاين اللي تشتري، احنا نعتبر من اكثر التطبيقات المتنافسيه وحتى على مستوى الفيزيكال، يعني في شركات كبيره احنا قاعد نتنافس معاهم وفي شركات اللي هم شوي اقل مننا، بس احنا بشكل عام عندنا اللي هم موست كونفينينت سوليوشن من الاسعار ومن التوصيل ونوص انت في مكانك مريح واحنا نوصل لك المايكل اللي تحتاجه عندك باسعار تنافسيه. شكرا جزيلا، بارك الله فيك. حياك الله. الله يخليك. شو طريقه الطلب؟ طبعا هذا الحين التطبيق قدامكم في كل انواع المياه هي موجوده اللي حق انتوا في البحرين تقولون مياها ما ينزمي طلب السريع، وفي اللي اذا تروح على المتاجر هني تختار بالبراندات، بس هني طلب سريع قبل ما تختار تروح على الطلب مالك على السله، ضفت انت في السله معلوماتك كلها موجوده لان انت اول مره تسجل معلومات وبعدين تسيده تطلب، عندك المياه وعندك هني الدفع عن طريق الاستلام عند الاستلام او الدفع عن طريق البطاقه الائتمانيه وتختار الاوقات المناسبه لك، وعندك الاشتراكات عندك اللي هو اول تطلب مره واحده بس تطلب اول واحد، بعدين عندك اشتراك اسبوعي اشتراك شهري يعتمد انت احتياجاتك شلون. نعم وبس وتاكد الطلب ويوصل وخلاص يوصل لنا ونحن نبتدي نوصل لك الطلب. شكرا جزيلا، جزاكم الله خير. طال عمرك. شكرا الله. ولدي انت ما قصرت يا ابو قصر محمد، كشرت. تستاهلون كل خير حبيبي، ما قصرت. سلم على ربعك وسلم على صدقانك وسلم على بحريني ابوي، حطينا على الريجات من كل شيء ودر كل شيء وما كل باجله. 하다 كلها شوف صلاح الخالدي هم طرش لك زين من عمان هي عطورات وما ادري شو اشياء كثيره كله حقك انت ها قالوا حق صلاح زين كامل اغنيه حينه شو هي باكر بتي دكتور بابا زين عقب الدكتور تعال زين يلا مع السلامه حبيبي ثانك يو عطوك ماي متروس شكرا خدافي صلوحة باي باي يقولون المصريين اليوم غداي غدا بشوات اليوم الغدا كراعين مسوينها على طريقتنا روحنا ما بالطريقة الأصلية لا حاطين فيه آخر شيء يوم سار وذهب حطينا شوية عدس وحب هريس وهذا وخليناه يطبخ ويا على مدة ساعة تقريبا وهذا الناتج عاد على ما تشوفون شيء فوق عن الزين زين صحريج وهذا عاد بديدي انا ها طرف هذا اللي تشوفون كراعيين مره قادي ابدا ها غير نومه يجيب العافيه قادي ابدا تحراه زلال هذا كله كولاجين ينفخ الغزوز ويخليك البنادم ثر من 3-4 نمونات شو يخليك ها كراعينات ما زين ما شيء ها المخ خليه في الدنيا كله فيه طالع ويا النوتي العود مبارك سي هاي فور عمي خالد هاي انكل خالد سي هاي هاي انكل تراني انا طالع ويا النوتي العود مبارك سي
Say hi for عمي خالد. Hi uncle خالد. Say hi. Hi. ما شاء الله عليك. شامبي. أهلا. ما شاء الله خلاص ترتيب ها؟ إن شاء الله بابا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. مشكور مشكور يا شامبي. ما شاء الله عليك يا شامبي. خلص أبوي الترتيب كامل ها اللي تشوفونه. لا صو الدنيا كلها طرابيل فوق على ما تشوفون. هذا من حول لين حول. نرتبنا الحين شهر 4 آخر 3 لازم 4 و5 و6 و7 و8 و9 6 شهور. 6 شهور نبتدي عن شق الهايل مرة ذات متى؟ في اليوم 3 4 مرات شغل كل مرة دقيقتين. أبوي الحاضر يعلم الغايب، هذا وقت العناكب الحينة. شوف الشير ها، هذا أمس السيلي وسواياه، السيلي وسواياه، هذا كله يبى ماء حاليا، يبى ماء ضغط قوي بريشر، غسيل الزراعة كاملة عن بكرة أبيها من عقب السيلي. هو الأول ما تحب بالخير أغنية بالخير يعلن المهبي هوني ويجي عقبه مطر ويطيح وين سكوني ويخضر عشب البر، حين عاده يت طاح يا المهب ويا السهيل ويا ويت الغبرات والهويات والغبار كامل. لكن ابوي لا يا المطر ولا بيخضر عشب البر. نتريى من الله سبحانه والله تعالى المطر. لكن الحين شيء موانع المطر، الحين طالت عماركم لي يوم ما يجي المطر شقلوا البرشر وغسلوا زراعه عن بكره ابيها كامله كامله، ما يخلون ولا شيره. ضروري الشير وين يتنسق شير؟ شير له مسام، مسام من الوقت هذا اماكن تنفس الاشجار، فلذلك الحين كانك انت مكتم على نفس حدها مسكر على مناسمه. وين بيتنسخ؟ ما يروم يتنسخ بيموت، فلذلك الحين هذا وقت شو الغسيل. كل الشير ينغسل عن بكره ابي، ما تم ولا شيره، كل الشير برشر ما قوي يكون من شق مثل الرذاذ القوي. للي عنده مكاين زين، واللي ما عنده مكاين بيب عادي يحاول بشتى الطرق انه يغسل الشير، خاصه اليومين ثلاثه وايد ضروري. على كل حال لان هاي يجيب امراض العناكب حق الاشجار بالاخص التين، بالاخص التين. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ان شاء الله هذه ها خمس القط فيها، خمس تبارك الرحمن خير الخالقين. ما شاء الله ما شاء الله. الله اكبر عليكم. وش طاحت وين ترى عين منو هاي فيها؟ عين الشاب كما ان الشاب يقولون. شوفها بعدها يومين يبالها، يومين يبالها ما شاء الله. هاي زهبات مره بتدقهن دقيت تصير طاحن. شكر ريج، شكر ريج هاي تين مبكر اول سنه تثمر ما شاء الله عليها. هذه معب ما شاء الله بعدها، هاي بعد بكر تحيدون اللي قلمناهن هاك اليوم راويناكم طريقه التغليم. تحيدون ما كمل ما شاء الله اربع شهور كلهم ما شاء الله ثمرن. هذه بعد وحده، شوفوا شوفوا العين، ارويكم ارويكم التجربه قبل وبعد. هاي وحده، هاي بعد ما شاء الله بعد زاهده كل ما شاء الله، نوعية جيدة ممتازة تبارك الرحمن. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بعد هذه وحدة. ما شاء الله حوالي 10 تبارك الرحمن. انت ما يشيل، انا اقول ما يشيل. وقعدت توني اقول ليش ما شلت؟ قال ترى انت قايل لي هي متحلف لك. قلت له التيم ما قطع خلي لين انا عيبني هاللي زرعته، وهذا بين فتره والثاني اي افرح يوم اشوف تينه ولا شيات ولا الويميه والهنيبيه، يعني شيء يفرحني يدخل في قلبي السرور. طالت اعماركم الزيتون تو بادي، زيتون الحمر جوافه تو بادي زهر ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف لانها حمراء حتى وردتها حمراء، سبحانك يا رب. حليلين حليلين حليلين. يا الله يا رب يا الله تسهل عليك ان شاء الله. يسخيل انت البيضه الحلوه جميله، الفنان القطنه سميتها قطينه، قطينه يا قطينه. بعد الحين خلاص لين الحول
كل سنة وانتو طيبين على ما قالوا المصري. خلاص هذه حينة قد تبدل قب تحرب بن آدم ومركوز. خلاص تحيدونها كانت مكوخة على الدنيا هاي كلها ما شاء الله يميع النبت فيها. خلاص عاد حينة لين الحول لين الحول كان في العمر بده لين الحول إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين اللي الله جاء أحيانا وكلنا منها العام الأول واللي قبله واللي قبله واللي قبله والسنة والحمد لله رب العالمين. تين غير عادي يسمونه تين جاسم. هذه واحدة منهم أول مرة بعد بشر حينا. هذه واحدة بعدها عادة يبعها كم من يوم ما شاء الله تبارك الرحمن شكر ريج توني كلت هنتين شو مازينها شكر ريج شكر ريج. الله أكبر عليكم أنا أبوكم محر عيونكم. الله بعد باكلها عادة طاحت ولا عم ما طاحت يا ربي. الله أكبر عليكم أنا أبوكم جماعة عورني بكم أنا أبوها. شكر ريج اللي أدبكم أدب ها ما يخصني هذا طح والله إنها شكر 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 ها ها شكر دبس. ما اسمعك ادير بيك سعيد يتمرن اكبر متتبعين وكبير مشجعين. ما طاعي التفت هذا اسم سعيد. ايوه سعيد هذا اللي يعرف من تشوفه يمكن كان يعرف من تشوفه يمكن ها عز اصحابي عز اصحابي من هالوين هو من وين سعيد بس بس ما يبين يا سعيد يو سعيد ما طاع يلتفت يا ريال مركز ما شاء الله ما شاء الله عليك يا سعيد ما شاء الله عليك الله يحفظك. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله هذا هو نقول لك الذهب الأصفر هذا هو الذهب الأصفر هذا كله حق رمضان ها كله حق رمضان كله حق رمضان ما شاء الله تحرى ذهب تحرى ذهب ذهب ها. شوف كمية النقاء شوف الصفاء كيف ها هذه الدهنة هذه دهنتنا الولايتي اللي هي رقم واحد اللي تضرب خمرة الرأس وريحة تمسير يومين حين بيوت يراننا كل محتشرين من الريحة من كثر ما الريحة قوية اللي هي ذوابتنا ما نحط فيها حلبة وذوابتنا ذواب الطريقة الأولية اللي هي 70% يليلان اللي هو كزبرة. قولوا ما حد قالكم شيء فغراش وشيء في دباب الدب أم نصمن والغرشة أم كيلو كيلو وكيلو وين كيلو وكيلو وين وهذا وحد يقرطس وحد يحصد فكرات وحد يصب في دباب وحد يصب في غراش وحد يشيت وحد يقرطس وستيكرات وماشي الدنيا من الحناية. How are you بطة good thank you دومنس فيليبين غرب الله عيوسة صغيرونة. How old are you? 35. كذاب you are liar. لا 35 بابا. والله I thought you 65. Not 65. هذا البارح مبندين عنه اليوم صب نصب اللي فيه والسب شو علشان يبرد لازم 48 ساعة ولا 24 ساعة لين يبرد. تبرد الدهنة زلينا من تبرد الدهنة زي ما تنزل الدهنة في الغراش ولا في الدباب وهي حارة لازم تبرد الثلج من الثلج شقل عليها كنديشنات في الشتاء 24 ساعة وفي القيط 48 ساعة في الشتاء الجدر هالمريال العود يضم نص طن 450 كيلو اللي يتبخر ما يقارب 70 أو 60 أو 65 كيلو يتبخر ماء رطوبة الباجي كل دهن صريح على بطن وظهره ما يختلف لو يكمل حتى 5-6 سنين ولا يعول. منورة يا شف نقلة دنورك يا أستاذ خالد عاملة إيه؟ الحمد لله تمام مرحبا تو ما نور بيتنا الله يخليك دنورك تنور بوجودك.
هذا الحين انا الصبح لين الحين انا مشاهد ابويا شفنا جلاء انا وحفيظ وهريس وكلنا ياسين نسوي 3-4 طبقات ونخزنهن وكل يوم نسوي لكم شيء. كم طبخة اليوم سوينا؟ 2 اللي هي؟ سوينا المسقعة وطلعت واو هي الوقت هنعمل القصارة اللي انت عاوزها وبعدين بنسوي شو بعد؟ هنعمل محشي كروم مع بط وهنعمل ملوخية مع دجاج بيبي تشيكن البيبي تشيكن مع ملوخية بقى والطشة المصرية الأصيلة. أنا حسيتها على فكرة أنا عندي حساسة أنا حسيتها لهدى بس أنا ما أعرفهاش أنا ليه ما أحبهاش بل بالعكس أنا ببعت لها لايكات وببعت لها تعليق أنا ببعت لها متوحشة والله لا تاكلش ليه؟ من أكلة البشر هدى لا 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 هي بس هي بتحب الاكل بس مش ناكلك بره. انا بعرف المغاربه بيموتوا على الاكل المغربي. عشت معاهم 4 سنين مغارب زينين ما شاء الله عليه. والله تحبين المغاربه اكثر ولا المصريين؟ يعني كل بلاد الدنيا جميله لكن اجمل من بلدي لا اكيد. ايوه ها يا جماعه تابع شو تابع تقولي لي انت عاوزه ايه؟ عايزه طبق يعني صح طبق حفيظ نغرف فيه يعني نغرف ما اسمعك طبق نغرف فيه شو تقول انت؟ انا ما فاهم هي شو قالت شو تقول لك الحين هي شو تقول لك هي؟ طبق انزين انت ما تعرف يعني طبق؟ لا ما في طبق فيه وهذا هذا هذا طبق هذا تاوة هي تبغي طبق طبق كيف يعني ما تعرف الطبق انت؟ حفيظ؟ في صحن ابيض ها؟ في صحن ابيض، صحن طويل ابيض، في كنشه